أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد خلال استضافته عن بعد في برنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن فترة جائحة كورونا أبرزت جهود الديوان من خلال ضمان استمرارية العمل الحكومي وبنفس مستوى الكفاءة، وذلك بالالتزام بمراقبة الأداء الحكومي بحسب توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. خلال لقاء مباشر عن طريق تقنية الاتصال المرئي ببرنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية ويهدف إلى رفع وعي المجتمع وتثقيفه بالدور المسؤول الكبير الذي تقوم به الجهات الحكومية وفتح قنوات التواصل بين المسؤولين ومختلف فئات المجتمع، أكد السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن هناك لجنة في ديوان الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة تتابع كل ما يتعلق بعمل الوزارات والهيئات واستطاعتها بمواصلة تقديم خدماتها على الرغم من جائحة كورونا. تكلمنا عن أهم ما طرأ عن في اللائحة التنفيذية في قضية أن خاصة قضية المخالفات والعقوبات، أن كانت أول ثلاث مراحل كانت من إنذار وكذلك الخصم والوقف عن العمل 10 أيام والفصل خدمة، تم إضافة مرحلة ثالثة اللي يصل إلى 3 شهور. مشروع الخدمة المدنية أنه حوالي 15 مشروع، لكن ركزت أنا على مشروع أداء ومشروع تكامل وكذلك مشروع التوظيف الحكومي. هذا ويعمل ديوان الخدمة المدنية خلال هذه الفترة في تطوير المشاريع والبرامج التي تواكب أنظمة ديوان الخدمة العالمية والتي شملت 15 مشروعا لتعزيز الأداء الحكومي للمؤسسات والهيئات الحكومية، ويربط أهدافهم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة ليكون الاتصال مستمر بين المسؤول والموظف لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وتحقيق الهدف من التوظيف وخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها. الموظف هو اللبنة الأولى في قضية هذا المشروع الأساسي. ما تصاب أهداف الوزارات إلا عن طريق أول شيء رسم أهداف للموظف، ثم تترجم إلى أهداف للجهة الحكومية، ثم تترجم إلى أهداف للاستلاف الاستراتيجية للحكومة اللي هو ينشأ عنها برنامج حكومي للدولة. فالموظف هو أول من يبني هذه الأمور، هو الذي يقدم المقترحات في وظيفته، يقدم ماذا سيعمل، ماذا كيف يرتقي بالعمل. ولإمكانية استمرار العمل من المنزل بعد جائحة كورونا، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه تم رصد الوظائف التي بإمكانها العمل من المنزل، وقد تم استخراج 83 مسمى وظيفي، حيث يدرس الديوان موضوع العمل من المنزل بشكل مستفيض، خاصة بعد نجاحه في تسيير ما نسبته 70% من العمل الحكومي. من خلال برنامج ترابط 2، رئيس ديوان الخدمة المدنية يؤكد على وجود طاقات بشرية تسعى للارتقاء بالأداء الحكومي، علاوة إلى وجود العديد من المشاريع التي ترتبط أهداف الوزارات بأهداف مملكة البحرين، كون الموظف الحكومي هو الشريك الأساسي في البناء والتطوير. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.